كارت الخير عندنا اللي هو الأسر اللي بتستفاد بدخل مالي كل شهر 150 أسرة. ال 150 أسرة دول من يمكن من 70% من محافظات مصر. احنا كان مع بداية العام الدراسي الجديد أطلقنا مبادرة لسداد المصروفات الدراسية لغير القادرين مع شركة من شركات القطاع الخاص، شركة كونكريت بلس، وهي من الشركات اللي بتنفذ مشروعات حياة كريمة. ويمكن المشروع ده أو المبادرة دي يعني نفذناها في محافظة سوهاج ومحافظة كفر الشيخ، ويمكن كان المستفيدين في سوهاج هي توتال الاستفادة فيها كان 3500 حالة. تم سداد المصروفات الدراسية ليهم بالكامل، وتم توزيع شنط لعدد 2000 منهم، وتم توزيع زي مدرسي للعدد الكامل من المستفيدين من المبادرة بتاعة سداد المصروفات الدراسية. يمكن المبادرة دي اللي الواحد اكتشفوا فيها بصراحة يعني ان في تعاون وفي حمية لدى المسؤولين في مصر من اول المحافظ في المحافظات دي لحد اجل حد في ان هو عايز يساعد حتى بشكل شخصي، فما بتلاقيش تكاسل من حد. يمكن احنا اللوجستيات ونقل الحاجات اللي وديناها كفر الشيخ وصهد دي كنت بتلاقي الموظف مثلا بيتواصل معاك لحد الساعة 3 الفجر على بال ما توصل العربية عنده. احنا لما رحنا جبلنا الاول حاجة اللي هو طرق الفيجي في سوهاج، كان احنا وماشيين جانا تليفون ان محافظ كفر الشيخ عايزكم تاني يوم، يعني ما بين مقابلة ده ومقابلة ده 24 ساعة، والمسافة ما بين سوهاج وما بين كفر الشيخ 680 كيلو، ومع ذلك رجعنا من سوهاج على كفر الشيخ كنا بعربياته كده. فبالتالي بتلاقي الناس نفسها او المسؤولين نفسهم متحمسين ان هم بيبقوا معاك، وبالعكس بيجي ويقترحوا عليك مشروعات تنموية جديدة، يقترحوا عليك برنامج تدريبي، يقترحوا عليك مشروع تيجي تشتغل وتنفذه معهم في المحافظة. فبتلاقي تشجيع، ما بتلاقيش حد ان هو بيتعامل مع القصة بإهمال. تحول من العمل الفردي الى العمل المؤسسي، يعني ممكن بيبقى فيه نوع من التخوفات، انا ممكن افشل، ممكن ايه اللحظة اللي انت حسيت فيها ان الجمعية هتكمل وهيكتب ليها النجاح؟ بص، هي الفكرة ما بتبقاش بالمنطق ده خالص، هي انت بتبقى بتسعى ونجاحك على الله، انت بس بتنفذ الكلام صح. لان برضو انت عارف العمل الخيري ده او العمل التنموي ده ليه مقومات، وطالما انت بتشتغل على اهدافه بشكل صحيح وبتنفذ وبتطبق الاجندة بشكل واضح وبشكل صحيح، فبتلاقي النجاح مكلل فيه. اصل انت كل الفكره فيها ان المساله بتبقى محتاجه اخلاص لوجه الله، محتاجه ان انت عارف هدفك ايه من الموضوع، عايز ايه من الموضوع، محتاج ان انت تضيف بصمه وتغير حياه بالفعل، ولا هدفك حاجه تانية غير ده. ما انت لو هتسعى ان انت تحقق الاهداف بالمنطق العقائدي ده فانت اكيد لازم تنجح فيه. في ثلاث نشاطات مهمين، يعني انا كنت طلعت خلال الصفحات على الفيسبوك التابعه للمؤسسه، يعني نشاط مهمه جدا كنت عايزك تتكلمنا عنها، منها مثلا القوافل الطبيه لمواجهه مرض العيون، دي كانت مهمه جدا، وحمله مكافحه البرد واحنا في اخر الشتاء. صحيح، تمام. ومعها برضو مشروع صيانه مالي منازل، خصوصا ان احنا في الصعيد، يعني انت عارف في قرى كتير مهمشه يعني نائيه لدرجه كبيره، فكنت عايزين نتكلم على الثلاث نشاطات دول. بص، يمكن حملة برد الشتاء، يعني احنا لسه دوك انهينا الحملة السنة دي، يمكن احنا نفذناها السنة اللي فاتت والسنة دي طبعا احنا من خلال المؤسسة يمكن السنة اللي فاتت والسنة دي موزعين اكتر من 6000 قطعة ما بين لحاف وما بين بطانية وما بين دفاية. يمكن الموضوع ده كل سنة بيبقى يعني حاجة موسمية وثابتة بالنسبة لنا، ويمكن بالنسبة للمؤسسات كلها، يعني يمكن برضو على غير المتوقع ان كانت موجة الأسعار لحقت ببداية الشتاء وأثرت بشكل كبير جدا على الحملة دي بشكل عام، ولكن برضو زي ما قلت لكم من المصريين ليهم تصرفات غريبة كده تبهرك بشكل غير طبيعي، ما أو غير ما تبقاش متوقع أن هيبقى فيه إقبال كبير جدا من المتبرعين، وبالعكس بتلاقي في ناس كتيرة متحمسة معاك وشغالة معاك وعايزة تكمل معاك. فزي ما بقول لحضرتك كده، احنا السنة دي كنا شغالين على نفس الحملة، والحمد لله يمكن
السنة دي استفاد 3000 أسرة من الحملة بتاعت مكافحة برد الشتاء. وبرضو زي ما قلت لك كده احنا مش مرتبطين بمحافظة معينة أو منطقة جغرافية معينة، احنا بنشتغل على كل المحافظات. ويمكن السنة دي كانت الحملة دي مشاركة معنا فيها منطقة سيوة، مدينة سيوة في محافظة مطروح، كانت لها نصيب معنا في الحملة بتاعت مكافحة برد الشتاء، ولها نصيب معنا في الحملة المبادرة بتاعت سداد المصروفات الدراسية لغير القادرين. أيوة، بعد الزيارة اللي زرناها بالضبط، بعد الزيارة اللي زرناها لسيوة دي، لأن سيوة برضو ناسها طيبين جدا ومحتاجة حاجات كتيرة جدا. يمكن برضو مبادرة حياة كريمة شغالة فيها، وفيها مشروعات تنموية الدولة شغالة فيها تطوير، بس برضو كان في تعاون بيننا وما بين مؤسسة هناك أو جمعية خيرية هناك الشيخ عمر راجح، وده كان بالنسبة لنا بسطنا لأن احنا رحنا مكان جديد.